بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي موعدنا مع الدرس الثاني في الوحدة الأخيرة، وهو العلاقة وعكسها. الفقرة الأولى عندي علاقة. العلاقة دي مكونة من 3 أزواج مرتبة، سميتها إيه؟ الزوج الأول 2 و5، الزوج الثاني -1 و4، الزوج الثالث 6 و0. المطلوب العلاقة العكسية لهذه العلاقة. كلمة علاقة عكسية يعني ببدل الإكس مكان الواي، يبقى الزوج الأول يصبح 5 و2، الزوج الثاني يصبح 4 و-1، الزوج الثالث يصبح 0 و6. دي العلاقة وعكسها. دي الفقرة الأولى في هذا الدرس. الفقرة الثانية كيفية إيجاد المعكوس للدالة جبري. أنا كاتبة خطوات الحل مع الحل. عندي اف اكس دالة بتساوي اكس زائد 4. يا ولاد الاف اكس معناها واي. عشان أجيب معكوس هذه الدالة، أول خطوة من خطوات الحل بستبدل الواي بإكس، وبستبدل الإكس بواي. إف إكس معناها واي، استبدلتها بإكس السطر الثاني، وبتساوي الإكس استبدلتها بواي زائد 4. الخطوة الثانية هنجعل الواي في طرف لوحدها، يبقى هنقل الأربعة الطرف الثاني، هتروح بإشارة سالبة، هتبقى إكس ناقص 4. يبقى اكس ناقص 4 بتساوي واي. الواي معناها المعكوس الدالة، بنسميها اف انفيرس اكس. يبقى الاف انفيرس اكس معناها معكوس الدالة، وهي بتساوي اكس ناقص 4. اخدت مثال تاني، سؤال تاني، اوجد معكوس الدالة اف اكس بتساوي 3x+9. الاف اكس معناها واي. اول خطوة من خطوات الحل هو استبدال الواي باكس والاكس بواي. هنقل الخطوة التانية، هنقل 9 الطرف التاني، هتبقى اكس ناقص 9 بتساوي 3y. انا عايزة الواي لوحدها في طرف، يبقى هضطر اقسم الطرفين على 3، هتبقى اكس ناقص 9 تقسيم 3 بتساوي واي. ما معنى كلمة الواي؟ يعني اف انفيرس اكس هتساوي اكس ناقص 9 تقسيم 3. طيب الجزء الثالث في هذا الدرس، الجزء الثالث في هذا الدرس هو إيجاد معكوس الدالة بياني. أديت مثال وهو اف اكس بتساوي اكس زائد 2. الاف اكس معناها واي. عشان أجيبها بياني بنرسم، بنعمل جدول اكس وواي، بفرض قيم الاكس من دماغي. خدت مرة الاكس بصفر بواحد، خدت مرة الاكس بصفر، خدت مرة الإكس -1، وعوضت في أصل الدالة، حذفت الإكس وحطيت 1، 1+2=3. يبقى أول زوج مرتب 1 و3. بعد كده الزوج الثاني حطيت إكس بصفر، 0+2=2، يبقى الزوج الثاني 0 و2. مرة حطيت الإكس آخر مرة -1، -1+2=1، يبقى الزوج الثالث -1 و1. عشان أجيب المعكوس بنعمل إيه؟ عشان اجيب المعكوس بغير وضع الاكس مع الواي. الداله كانت 1 و3، يبقى معكوسها 3 و1. الداله كانت النقطه الثانيه 0 و2، يبقى معكوسها 2 و0. النقطه الثالثه كانت -1 و1، يبقى معكوسها 1 و-1. هنرسم اللون الاحمر هي الداله، 1 و3، 0 و2، و -1 و1 اللي هو الخط الاحمر اللي فوق، وكتب عند كل زوج نقطته، ووصلت بينهم بخط مستقيم. جيت رسمت المعكوس 3 و1 و2 و0 و1 و-1، ووصلت بينهم المستقيمين الدالة ومعكوسها، هما على أبعاد متساوية من محور التماثل. ما هو محور التماثل؟ محور التماثل معادلته y بتساوي x. يعني لو حطيت x بواحد الواي بواحد، حطيت اكس بصفر هتبقى الواي بصفر، حطيت اكس -1 هيبقى -1، ورسمته اللي هو بيمر بواحد واحد، 0 0 -1 -1. يبقى احنا كده اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه التمثيل البياني للدالة ومعكوسها. طيب يبقى احنا خدنا 3 فقرات في هذا الدرس، لسه فقرة واحدة فقط، حالا هنعمل فيديو تاني.